تفاصيل أكثر عن الاكتشافات الأثرية الجديدة هيكلمنا عنها الأستاذ فتحي ياسين مدير عام آثار مصر العليا. صباح الخير يا أستاذ ياسين، وفي البداية خلينا نتكلم عن كشف الأقصر وتفاصيله وأهم ما عثر عليه من تماثيل في الكشف. صباح النور يا أستاذ، صباح الكل على حضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الكل زين. اتفضل يا فندم. زي ما تفضلت في التقرير، أولاً أنا يعني أشكركم على التقرير اللي قدمتوه، كافي شافي زي ما نقول. فهنا حضرتك ان معبد مالين السنين، معبد الملك محمد الثالث، خلينا نعرف الاول ان محمد الثالث كان من اهم ملوك الاسره 18، وحضرتك تاسع ملوك الاسره 18، وكان فترته بتعتبر هي فتره بيسموها فتره السلام والرخاء. نعم. فبالتالي اصبحت كل مقتنياته او كل ما شيده يعرف بالفتره الذهبيه أو في تاريخ مصر القديم. معبد ملك السنين ده خلف تمثالي ممنون، أو هو تمثالي ممنون أحد مدخل أحد مداخل هذا المعبد. والكشف ده حضرتك زي ما تفضلت في التقرير إنه قد يكون الرأس لتمثال أبو الهول، هو أطلق عليه أبو الهول ليه؟ لأنه تمثال ضخم أو رأس التمثال ضخم. وربما في استكمال الحقائق في الأيام المقبلة يتم العثور على بقية هذا التمثال. نعم. تمام، هل دي هي المرة الأولى يا فندم اللي بيتم فيها العثور على تماثيل المعبودة سخمت في المنطقة؟ وأرجو أن حضرتك تقول لنا النطق الصحيح للاسم. هي سخمت ده صحيح؟ سخمت صحيح حضرتك. تمام. أهمية هذا الكشف، وهل دي أول مرة بيتم الكشف عن تماثيل ليها؟ لا، الإلهة سخمت عرفت بإلهة القوة أو إلهة الحرب، وفي نفس الوقت كانت إلهة الشفاء. ولم التماثيل بتاعت الإلهة سخمت تم العثور عليها قبل ذلك في هذا المكان وبكثرة. وهنا في لسبب، يقال إنه كان الملك محمد الثالث كان تعبان أو عنده أحد الأمراض، فهنا كان الإله سخمنت كإله الشفاء انها تكون موجوده، فضل ان تكون هي تماثيلها موجوده في المعبد. وعرفت ايضا بانها كانت وجود تمثال الإله سخمنت يوجد روح او تتمثل روح قويه تطرد جميع الامراض وجميع الاوبئه. وحتى الان في ناس بتعتقد انه لله سخمنت سحر خاص وقوة خاصة، لكن مش أول مرة، في تماثيل كثير وجدت لها في هذا المكان. نعم. أستاذ فتحي، يعني طبعا عايزين نعرف أهمية هذا الكشف، ونقدر نقول أن الكشف ده بيعتبر بداية لمعرفة المزيد عن هذا المعبد الهام، خاصة مع العثور على رؤوس تيجان وأعمدة. أي كشف حضرتك بيبقى زيادة في معرفة زيادة في معرفة عن هذا المكان، أو أي كشف عموما حضرتك بيزودنا بمعلومات ويبقى كافي لإضافة جزء في الحضارة المصرية، إضافة جزء جديد في الحضارة المصرية القديمة. وعندما نقول كشف حضرتك بيبقى كل المهتمين بالآثار والمحبين في آثار العالم بيهتموا أو بيتطلعوا إلى ما هو الجديد في مصر. فهنا كأهمية أثرية بيكشف لنا أجزاء كثيرة من تاريخ مصر القديم أو في تاريخ المعبد أو خاص بالملكة بن حوتب الثالث، لكن كأهمية برضو أصلا حضرتك أنه كل ما هو ينتمي إلى علم الآثار المصرية أو بيدرس الآثار المصرية يكون متطلع لهذا الكشف، بالتالي برضو بيكون لنا دعاية أو نحن بنسميه أنه بيدي نافذة لمصر الخارجية. أكيد الدعاية مهمة، لكن إيه الخطوات اللي بتحصل يا أستاذ فتحي بعد الكشف، بعد استخراج التماثيل في الاكتشافات الأثرية؟ هل بيتم النظر مثلا إذا كانت بحاجة إلى ترميم، ولا بيتم البحث إيه الترويج الأمثل ليها وإيه المكان الأمثل اللي ممكن استغلالها فيه؟ أول شيء بيتم حضرتك كما ذكرت الترميم، لأنه لازم على طول بيبقى في تدخل من حسب نسميها الفيرست ايد، انه بيكون حضرتك انه يخضع لعمليه الترميم.
وعلى حسب عمليه الترميم، اذا كان ترميم دقيق او ترميم معماري او ازاله اتساخات او تقويه الوان الى اخره. وبعد عمليه الترميم حضرتك بيبقى يتم عمليه التسجيل، تسجيل الاثر، لانه حل وضعناه كده في سجل او اي دي داخل مخزن مؤمن، انه خلاص ممنوع الاقتراب والتصوير بالنسبه لي. لكن هنا المرحله اللي بعد كده بيتم دراسته، وعلى حسب اهميته هل يصلح للعرض المتحفي او اعادته لمكانه الاصلي الى اخره. نعم. طيب استاذ فتحي، يمكن يعني عايزين نعرف لماذا جاءت تسميه معبد ملايين السنين، وفي نظرية بتقول إن في طريق للإله سخمت زي طريق الكباش، هل هذه معلومات صحيحة؟ سميت معبد ملايين السنين، هو المصري القديم حضرتك ذكره بهذا الاسم ملايين السنين، ليه؟ لأنه بيتم فيه الاحتفالات اللي خاصة بالملك، وهنا عندما يذكر حتى بعد وفاته، عندما تتم هذه الاحتفالات يتم ذكر الملك، فبالتالي بيحيى ذكراه، فاسمه معابد تخليد الذكرى او معابد ملايين السنين. بالنسبه لله سخمت، هل هيكون في طريق الطريق بالهند كما ذكرت؟ انا معلش، لا، هو سخمت حضرتك هيكون في وجود لها تماثيل كثيره، ودي كانت صف على جانبي في صاله من احد صالات المعبد، ولكن ما اقدرش اقول انه نجزم انه هناك في طريق يجمع طريق بالهول لله شكرا. طيب نعم. اللي زار الاقصر يا استاذ فتحي عارف انه تمثالي ممنون موجودين حواليهم ارض فضاء، ويعني في المحيط ارض زراعيه، هل متوقع ان يتم المزيد من الكشف لوجود يعني احتماليه كبيره لوجود تماثيل اخرى او اكتشافات اثريه اخرى؟ هو خلفيه تمثالي ممنون حضرتك بقايا المعبد، معبد امنحته بالتالي. وده احنا حضرتك اللي شغالين فيه حاليا البحث المصريه الالمانيه، واكتشفت اجزاء كثيره من المعبد، سواء من صاله الاعمده او من تيجان الاعمده او من تماثيل الله تخمت او من البيلون الاول والثاني والثالث، وتماثيل ضخمه ايضا للملك امنحته بالتالي. وهنا العمل مستمر، وطالما حضرتك في حفائر وفي عمل مستمر، احنا بنامل انه يكون في مزيد من الاكتشافات ومزيد من العمل داخل هذا المكان، واعادته لصورته الاصليه، لانه كان من اكبر واجمل المعابد تخليد السنين او معابد ملايين السنين في البر الغربي او في اثار الاقصر. أكيد يعني اللي هيحصل ده هيضيف سحر لسحر الأقصر اللي موجود بالفعل كونها معبد أو متحف مفتوح. بشكرك جزيلا أستاذ فتحي ياسين مدير آثار مصر العليا.